راح تعرفنا عليه أكثر نورة، وأكيد أخصائية التغذية أثار العجولي. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كما ذكرت لا البعض قد يواجه مشكلة بالذات بالفئة العمرية الصغيرة، لما نتحدث عن طفل من عمر سنة إلى 3 سنوات، واللي بيكون خلال هذه المرحلة هو مهتم أكثر بالمشي، بالألعاب، بملامسة، بتجوله في المنزل أو حتى في أي مكان، أكثر من اهتمامه بتناول الطعام، ممكن أنه هو أيضا يرفضه. ولهيك إحنا حابين نحكي أكثر ونقدم نصائح للأمهات وللعائلات للتعامل مع هذا الموضوع مع أخصائية تغذية أثار العجولي. أهلا وسهلا فيكي، يسعد صباحك. حتى ممكن البعض كنت بدي أكمل، ممكن البعض يلجأ أنه ياخذ الطفل مشوار لحتى الطفل كمان يرضى يأكل الوجبة الأكل، ولكنه برفض. ليش الأطفال بهاي الفترة من عمر سنة إلى 3 سنوات برفضوا تناول الطعام؟ البعض منهم ممكن في أوقات معينة، ممكن اتجاه طعام معين، ممكن أنه يكون الإشي يعني كلي أكثر. هو اصلا في هاي المرحله الشهيه عندهم تتغير، يعني كل يوم بنلاقي في هاي المرحله الطفل في يوم بده ياكل كل شيء موجود قدامه، في اليوم الثاني مش جاي على باله ياكل ولا شيء، فطبيعي في هاي المرحله انه الشهيه تكون تتغير. الشغله الثانيه في هاي المرحله كمان الحركه عندهم بتصير اكثر، فبلتوا كمان عن الاكل، هي بدايه مشي واكتشاف جديد كمان. صحيح. كمان بيحبوا في هاي المرحله حتى انه عمر صغير من سنة لثلاث سنين بصيروا بدهم يستقلوا لحالهم، بده ينقي الأكل اللي بحبه، الأكل اللي ما بحبه، حتى بوته بده يلبسه لحاله، بنطلونه بده ينقيه ويلبسه لحاله، فطبيعي تصير عنا هاي المشكلة. بس في خطوات بسيطة الأهل بيقدروا يتبعوها على أساس إنه ما تكبر مع هاي المشكلة، لأنه إذا الانتقائية بالأكل ظلت موجودة عند الطفل رح تعرضه لمشكلة، سواء كانت نقصان في الوزن في هاي المرحلة أو حتى زيادة بالوزن. نعم، ممكن كمان نقصان في معادن معينة أو في فيتامينات معينة نتيجة التوجه لأكل معين. ما ننسى أحيانا برضو الأهل يعني مازالوا أكل هذا النوع، خلينا خلص، يعني إذا مازال فقط هذا اللي بده يأكله خليه يأكله، المهم أنه يأكل. برضو هاي كمان نقطة مهمة، إحنا بنركز ممكن يتقبل نوع واحد ونركز عليه ونهمل الأشياء الثانية من نظام الغذاء الخاص المقدم للطفل. هذه من أهم الأخطاء اللي لازم يتجنبوها الأهل بخصوص الانتقائية، إنه هي إحنا حطينا مثلاً لنفترض ملوخية اللي بدها تكون طبعاً وجبة صحية إله مع قطعة دجاج أو كذا، ما بده الملوخية، بده الرز مثلاً والدجاج لحال أو رز لبن لحال، فبنروح بنزيد له نشويات وبروتين وخلص بدنا نختصر الخضرة. ففي كلمة حلوة إنه ما تكون الأم أو الأهل بشكل عام الطباخ تبعون الطفل، لا، إحنا بدنا من أهم السلوكيات الصح اللي نتعود عليها إنه يكون في عنا روتين بالبيت، مهم كتير إنه هذا وقت الفطور هيك رح يكون فطورنا، هذا وقت السناك، هذا وقت الغداء، هذا وقت العشاء، عشان نحد من مشكلة الانتقائية عند الطفل. وبالعكس بدل ما إحنا نصير الطباخين تبعونه إنه إحنا ماشيين على أهواء الطفل، الطفل لسه صغير بده يتعود على سلوكيات صحية، الأهل مسؤولين، مش هو اللي بده يمشينا، إحنا اللي بدنا نمشي الطفل. إذا بدنا نقدم نوع جديد من الأكل، فرضا الأفوكادو، مش كل الأطفال بحبوه بس هو كتير صحي ومفيد، دهون صحية للأطفال، ممكن نقدمه مع شيء تاني بحبه، يعني قطعة الأفوكادو نشرحها بطريقة معينة مثلا على بشكل حلو هو يحبها، نحط له مثلا بطاطا مقلية مع قطعة دجاجة مشوية فرضا، هيك احنا اخذنا نشويات وبروتين وخضره، فبتلاقي انه هو استجاب اكثر للموضوع. في نقطه كمان ثانيه كثير مهمه، انه احنا نكرر هذا تغيير سلوك، اذا الشخص الكبير بده 20 يوم من تكرار السلوك لحد ما يغير سلوك موجود عنده، فاحنا يمكن نقدم الاكل للطفل 100 مره الأكل الجديد أو الصحي 100 مرة عشان يتقبله ويصير ينوع في الأكل وما يأكل بس أنواع معينة. فهذه سلوكيات حلوة إنه إحنا نمشي عليها، لو أخذت وقت، لو كان الطفل معند شوي، الطفل العنيد من ناحية الأكل أو الطفل الانتقائي، ولكن أحيانا بيواجه الأهل مشكلة حقيقية إنه الطفل يرفض الطعام، ومنلاقيهم بيحاولوا مثلا ممكن خلال وقت الأكل لازم يكون في مشوار عشان الطفل يأكل،
أو عشان يأكل لازم نشغل له التلفزيون مثلا أو نشغل، يعني هذه السلوكيات اللي قد تكون أيضا بعضها خاطئة ولكن هم بيحاولوا فيها الأهل لحتى الطفل يعني يتقبل الأكل ويتغذى، وهذا هو اللي بنطلبه إحنا. فكيف يتعاملوا مع هذا؟ هي نفس المشكلة. أول إشي نتأكد إنه ما في مشكلة صحية. إذا كان عند الأطفال نقص حديد في هاي المرحلة ممكن تأثر على الشهية إنها تضعف، فبدنا ننتبه كتير لهذا الموضوع إنه ما في أي مشكلة صحية عشان الطفل عم برفض الأكل. الانتقائية نفس رفض الطعام، رفض الطعام بتلاقي الأطفال رفضين الطعام بس قاعدين بيشربوا حليب كتير، هذا نتيجة سلوكيات خطأ عند الأهل، ما درجوا ولا نوعوا بالأكل، فبالتالي هو ضل عم بيشرب الحليب وهذا طبعا خطأ. في نقطة كتير مهمة نعرفها بما أنه الشهية بتتغير في هاي المرحلة عند الأطفال، أنه إحنا نحترم شهيته، يعني يوم نلاقيه عم يأكل منيح اليوم الثاني لا معلش منعوض في اليوم اللي بعده، ما بدنا انه انت غصب عنك بدك تاكل ويصير وقت الاكل معركه. قرات مره انه احنا نقيس يعني الكميات والنوعيات اللي باكلها اطفالنا اسبوعيا مش يوم. صحيح بالضبط. يعني ممكن انه يوم ما ياكل يوم ما يعني يكون جاي على باله خلينا نحكي الاكل، وبيكون هذا شيء طبيعي. مزبوط. انه احنا بشكل اسبوعي نقيم مش بيومي. مزبوط 100% هذا الحكي صحيح، انه الاطفال بعمرهم احنا بدنا نقيم كل اخر اسبوع هو شو عمل، مثلا معظم الايام اخذ حصصه من الخضرة، معظم الأيام أخذ حصصه من الفواكه، مش كل يوم بيوم زي كبار. ننتبه كمان للكميات، يعني إحنا بنفكر إذا أكل صحن صغير مثلا من الطبخة مع قطعة لحمة إنه ييشو هالأكل لا ما نضغط عليه، معدة الطفل غير معدة الشخص الكبير، فبدنا نساعده يعني برضو بهذا الموضوع. وزي ما قلت لك ما نحول موضوع الأكل لمعركة ويدخل في حالة نفسية إنه وقت الأكل خلاص صار مشكلة. هي بعض البيوت تحول يعني الأكل وقت الأكل بنعرف ممكن يكون يعني يصير توتر في البيت نتيجه انه الطفل يرفض الاكل، اكيد رح تزيد المشكله. بدنا ننتبه كمان الشغله الثانيه، خلي الطفل يشارك ويكون مسؤول بتحضير اكله، كثير بحبوا بهالمرحله يكونوا مسؤولين عن الاشياء، يعني يجي معنا هي صحنك الحلو يلا نحضر نعمل له الاكل الصحي باشكال معينه، هذا كثير بيساعد الطفل. وزي ما حكيت نكرر في هذا السلوك لحد ما نوصل الى نظام غذائي صحي مع الطفل. جميل. في نقطتين أيضا بهذا العمر اللي هي من فئة من عمر سنة لثلاث سنوات، في نقطة مهمة إنه قديش حصص الحليب اللي لازم يأخذها الطفل بهاي المرحلة، لأنه أحيانا إدمان الحليب بهالمرحلة أو إعطاء الطفل حليب بكميات أكبر من اللي لازم يأخذها بهذا العمر بتخليه إنه تستد شهيته اتجاه كميات أو أنواع مختلفة تانية من الأطعمة. تقريبا ثلاث حصص، يعني الصبح لما يصحى لو نعطيه كاسة حليب، خلال النهار مش ضروري حليب ممكن لبن عشان كمان يعرف انه في تنويع في الاكل، اللبن بكل انواعه، ممكن كمان بالليل نرجع نعطيه كمان كاسة حليب او العشاء يكون موجود فيه حليب يكون مضاف له شوفان او كورن فليكس مثلا بيكون كتير ممتاز. تمام. وما ننسى كمان انه بهاي المرحله الطفل بدا يتذوق حتى اطعمه بالحليب، يعني نحكي الشوكو، نحكي كمان عن الحلويات، وهلا هو ممنوعه خلال هاي السنوات القليله من العمر ولكن بعض الاهل قد يسمحوا باشياء بسيطه. وهي الاشياء السكريات البسيطه اللي تدخل في طعام الاطفال مثل الشوكو في الحليب او المحليات اللي بتكون موجوده في اشكال ثانيه بتاثر برضه على شهيتهم اتجاه اطعمه اخرى. صحيح. إذا كانت خاصة سناك هاي بين الوجبات وتكون سائل زي الشوكو والأشياء المحلاة أكيد ما رح يأكل على الوجبة الرئيسية بشكل كتير منيح ويرفض الأكل أكتر. فبدنا ننتبه إنه السناكس تكون صحية بين الوجبات وصغيرة، يعني شرحات التفاح شرحات الجزر أو ما شابه، عشان على وقت الوجبة إحنا بنحكي على الطفل الانتقاء واللي برفض الأكل عشان وقت الوجبة يأكل منيح. مثل ما حكيتي كمان الحليب المحلى السكر والشوكة وكل هاي الأشياء رح تاخد محل تعبي معدته لأنه معدته صغيرة وتاخد محل الأكل الصحي، فنحاول نتجنبها قدر المستطاع. إذا كان يعني من الأهل من النوع اللي بحبوا يقدموا شوية حلو لطفلهم يكون حلو صحي معظم الوقت إذا بحضروا بالبيت، أو شوكولاتة مثلا فيها حليب وتكون بكمية قليلة عشان يقدر يأكل من الوجبة، لكن مهم كتير للطفل الانتقائي واللي برفض الأكل إنه ما نكافئ بالحلو، خلص صحنك خد حلو، ولا يلا ما هو ما أكلش وجبة يأكل أي إشي بس يشبع أو ينبسط أعطيه الحلو. هاي نقطة كتير مهم ننتبه لها إنه ما يفكر الحلو هو للمكافأة لأنه رح تزيد المشكلة
ولا نكتر من الحلويات، فبالتالي ما يأكل من الوجبات الصحية الرئيسية. تمام. إحنا يعني بعض السلوكيات تعطى أو بننظر فيها للكبار إنه إحنا كمان ما بصير نتناول قدام التلفزيون أو إحنا مشغولين بشيء معين، ننتبه للكميات أكثر. هل تنطبق علينا هذه خلينا نقول القواعد الصحية، هل تنطبق على الأطفال؟ أكيد، بالذات بهذا العمر المبكر. أكيد، من النصائح المهمة عشان يبطل يرفض الأكل وينتبه لشو عم بياكل. كتير مهم الطفل يحس ويشم ويشوف اللون الأكل عشان دايما يستمتع فيه، تحديدا الأكل الصحي. فإحنا لما بناكل قدام التلفزيون ولا زي ما قلت نطلع بالسيارة ولا إحنا هيك منشتته بزيادة ومنزيد المشكلة سوء. لا، هي وقت الأكل تبعنا على الطاولة بنحط له مثلا لعبة بحبها قدامه وقت الأكل، بس أكيد مش تلفزيون وأروح أشتته بزيادة. هيك إحنا منشتته وما منخليه يركز بالمشكلة اللي إحنا بدنا نحلها. بالإضافة لنقطة تانية كتير مهمة، إحنا حكينا الانتقائية أو رفض الطعام ممكن تخلي الطفل يركز على أكل معين، فرح يصير عنده يا وزن قليل أو وزن زائد. الأطفال اللي عم بيأكلوا قدام التلفزيون مش مركزين بالكمية، فممكن يصير في عنا زيادة وزن، فهي نقطة كتير مهم ننتبه عليها. نعم، حابة أذكر نقطة مهمة. أحيانا ممكن نلاقي إنه الأطفال يعني ما في عندهم مشكلة في الأكل، ولكن عندهم مشاكل اتجاه أنواع معينة. يعني إحنا بنعرف أهمية تناول البيضة بمكوناتها، بعد عمر السنة هي صالحة نتناول الصفار مع البياض، ولكن الأطفال يرفضوها. وإحنا بنعرف أهمية الفيتامينات اللي لازم يأخذها كمان. هل في أشياء معينة أو ممكن هو يأخذ المطلوب منها الفيتامينات من أماكن أخرى؟ هلا إذا إحنا بدنا نعلق على البيض نفسه ممكن نعمله إياه بطريقة تانية بحبها. إذا مش مسلوقة ممكن نجربها مقلية، ومقلية ونعملها بشكل حلو. في كمان طرق تانية ممكن يدخل فيها البيض. إذا بنحضر له بانكيك معين، عجينة معينة يكون موجود فيها البيض، ما في مشكلة. وبالنهاية ما بدنا نكبر الموضوع، يعني البيض هو عبارة عن بروتين ودهون صحية. أيوة. الصفار هو كوليسترول، ممكن نعوض ببروتين تاني، ممكن نحط له جبنة بيضة وقتها، لبنة، حليب مع شوفان. يعني نعطيه البدائل. بالضبط، نعطي بدائل أكتر. أو ندخل البيض في مكونات تانية. بالضبط، يعني أنا برضو بدي أحط اللوم على الأهل في بعض مواقف إنه لا خلاص منتنح بيض، يعني بيض البيض مفيد. نعمله بطرق تانية، هو يساعدنا وبأشكال معينة وحلوة، ما في أي مشكلة. وزي ما قلت ندرج ونكرر في السلوك لحد ما نوصل إنه هو يحبه. بس برضو في بدائل كتير، يعني الأكل الصحي في كتير خيارات تانية ممكن الأطفال إنهم يحبوها. كل الشكر لك أثار عجولي أخصائية التغذية على كل هالتفاصيل، وإن شاء الله كمان الأهل يعني ياخذوها بواقعيه اكثر، تصرفوا مرونه كمان اكثر بالتعامل مع الاطفال. حيث. بالذات لهي الفتره الصغيره من العمر. شكرا لك. ومشاهدينا، مع ختام فقره طفلك لليوم برجع لعند زميلتي الاء. شكرا لك نوره، واكيد شكر لاخصائيه التغذيه اثار العجولي. مكملين معاكم محطتنا مشاهدينا، هذه المره نذهب الى اريحه.